فلوس هما اللي كيحمروا الوجه، فلوس هما اللي يحمروا الوجه وكيكحلوا الوجه ويطولوا الواحد ويقصروا. كيفاش تيحمروا الوجه؟ يحمروا الوجه الا كان واحد جيبو عامر. شوم قلت لي بنادم الى فات الربعين اياه وما دارش طموح الدنيا ما دار فلوس عندك اسيدي ملي تلقتي الثلاثين الى بدات تجي الدنيا راك غتربحي. الى فتي الربعين وقليتي في 45 ودخلتي الخمسين اتقبل وحط المصحاف وحلف بانه ولا عمر ريال ما يدور عندك الزلط راه عمره ما يحجز عليك. يقولوا لي شريفه دوارنا شحال زين فيه البولات شاعلين. واش نتوما اللي شاعلين ولا البولات؟ يلا قال لك اللي ما كرم عياله وما زيقين خياله وخلى الدين يتسالو لا تحس بيه مالو واخا تكون كاع الدنيا ديالو. قلت لي هذا اللي دار راسو مالوش خاصو؟ خاصو يشرب رابعه ديال الكربون يفوتو الحال. من هذا؟ رابعه ديال الكربون يفوتو الحال يتفرقع عليه راسو ما يبقاش عادي. قالوا هالجود يجودو وهالمروه وينداو وفي عهد النبي بحرامسيه الاولين خلاوها للتاليين وصيه رعاه ورقدوا السيد بودريس قال لك الغنم تيستروها ولادها والغابه تيستروها ولادها والقبيله تيستروها جوادها. اش يعجبك في الغنم؟ لا كانوا فيها الولاد. واش يعجبك في الغابه؟ لا كانوا فيها العواد. واش يعجبك في القبيله؟ لا كانوا فيها الجواد. اللي عنده 100 عرض بعيد على الزلاط كي الاحترام على الارض. واش الارض بعيد على الاحترام؟ لا قريب اللي عاودي فوق مولا 100 عرض. هي العالي بلا السيد الله الله هذه هي الهوى نتفت راسها الواكله ولادها في كل شهر. محمد عاطير يجي وسيره وليدي الله يفاجي عليك امين والسيفه زينه امين والخيال زين امين وهادو اللي تشوقوا فيهم الدوال بغيت يكونوا عندك طبل ماصه يا ربي امين. واي وبغيت نهار الخايب وتكون غايب والنهار الفالس وتكون ناعس وما تهز دين وما تجي مع مساجين بجاه الله وناس تخاف الله يا ربي بغيت تكون وارد في مارس يا ربي امين. العين اللي شافتك فرقيت يا ربي امين. الجمع اللي كنت فيه تحمر فيه الوجه يا ربي امين. كلمتك ما تطيحش امين. دايز امين فايز امين. سيري وليدي انا بغيتك يا الصبح انت واحد ما يدعي واحد يا ربي تريكتك تاكل غلتها وبغينا لي القبول في الممشى عمانين الخيل اصحاب الصباط اصحاب البارود. خيمة كبيرة ديما راها معروفة بالجوار هذا لما جينا جاي راه موالي شفن يتفقوا علينا يقول لك تم لما غادي نبيع شفن انا الوليد فالت لك على الكربون حتى الكربون ضايقينو الدوار عاجبنا نبقى وعاف الدوار ريحة الدوار دوارنا دوار دوارنا دوار جابين تيطم الليل وبن سليمان بالليل والنهار كيبان كيشفار في عين الرمان خطواته قصر من قصار إلا كنتي زربان كي تفوت واد حصار تلقى جوج طرقان اللي منت تديك القارة بن حمد خريب قول فقيه بن صالح ولي صرى لهاد المكان شد التانية إلا بغيتي تسترح وكنتي في الدات عيان كي تقطع الواد المالح مع الروح تصالح وزيد نيشان ومع داك الفراج القاصح وجد راسك للدوران جهة البراج والوالي الصالح البكا والزوران وسول على الشهب مول الكلام القارح المنطوق ميزان اللي دوا اليوم والبارح على هموم كل انسان وقول له انت سجان نظامي بالدليل والبرهان صحتكم الدراري وما دمتي على فضالات كتحامي انت شاعر وفنان ولو كان المقام مقامي نخلي حروفي وحروفك عنوان توصل دوار ولاد الرامي اللي محاد مع ولاد زيان واللي قال عكس كلامي هالحطبه هالمهرجان لله يزيد قدامي يسرح لدهم الى كان فقعان راه قد ما كان البارود في الجعب حامي يغطي السماء السماء بالدخان أرى وكان زيد وسامي
حامي من الماء إلا كان عطشان، وخلي الجوع الحرامي إلا دخل محركنا يبان شبعان، وقول معايا سعدات كل آدمي سارة دوارنا مزيان، وشهد بلا طبيعته جوها غرامي يداوي قاع يداوي قاع الحزان. هذا كلام النظام ميلود بابا بالعروي جابو روان. الشريفة اسمك الله؟ سميتي بشايب. بن من؟ بن تامي. بن من؟ بن محمد. بن من؟ بن حمو. بن من؟ بن الحاج دريس. بن من؟ بن عبد القادر. بن من؟ الله يجعل البركة. سيدي عبد القادر. بسمارك. تتم الفضالات. أيه. آه. أيه. دار دار. أولاد الرامي ولا الأخرين؟ أولاد الرامي. كاينين أولاد الرامي؟ وكاين أولاد يوسف. وكاينين أولاد يوسف. أيه. جيرانكم شكون؟ أولاد زين. زين. و الغليميين. زين. وكزولات. زين. ونعمور. هادو ما جيرانهم. هادو ما جيران. بعادين على المجدبه. بعادي. ها؟ بعادي بزاف. بعادين عليهم. شي 17 كيلومتر. والمذاكره بعادين عليهم. تا هما بعاد منا. تا هما شي 12 كيلومتر ولا أكثر. واش فضالات زايدة ولا والو؟ لا كنتسمى كلشي زايدة، زايدة ملي كتسمى. منين؟ من هنا من الواد المالح. زين. محادة مع المجدبة حنا كنقول. زين. كتسمى وزناتها. زين. وطالعة محادة مع زعير. فيها ثلاث زايدة، فيها كلشي كتسمى زايدة. واخا، علاش سماوهم فضالات؟ سماوهم فضالات؟ كانوا بكري، كانوا الاستعمار دخل دوك، كانوا دخلوا السيليكان. زيد. باش غادي يحاميو الناس هنا، بكري كانت السيبة. ملي دخلوا، واحد القبيلة هما هنا قدام خرجوا من المسلمات هما جايين. هاد القبائل اللي هنا قدامنا، جايين من بن سليمان لهنايا. ما فطروهم ما عشاوهم ما خدوهم قبيل الاخرين ما كاينه حتى وحده ما كاينه على الهرماكه زيد نادو من تما كاينك في الليل قالوا لي مراتهم ما غتمشيو لهالبلاصه راه مواليها واعرين وكيديروا كيديروا جات البيعه من تما كاينك في الليل جاوا عند هادو هنايا الفضالات هاك ساعه باقي ما نسمع الفضالات سمع قبيله جاوا قالوا لي ما ودي راه كاين ها كاين ها كاين راه هادوك راهم غادي يجيو ويديروا قسمه نادو هادو وجدوا وغوتوا على العيالات في الليل نادو اللي مخد ولي صوبت تمسمن ولي صوبت كله وجه طيبوا البيض وقسموا هاريه داروا قسموا مع الصباح قرب النهار يطلع غوتوا على الدراري دوك اللي الدريات ودوك الصغار الرجال بقاو هنايا والعيالات الكبار بقاو هنا الدراري ودريه مشى معاهم واحد لحقوا تما كاينك الغليميين عند الدخله ودار النهار يطلع الاخرين صحابهم بصح جايين لهم هذا لحقوا واحد الشانطي اللي تما كيناك عاد جبروا الدراري والدريات كله واش هاز شي هاز المسمن شي هاز الخبز شي هاز الحليب شي هاز اللبن من تما كيناك دوك الناس اللي جاو تما كيناك من السيليكان قالوا هادو حسن من هادو اسميتهم هادو قال لهم هادو فضال من هادو هادو فضال من هادو بقات فضالات الى يومنا هذا قاد كاع فيها الكرام هاك على الكرام اللي كرمتينا اليوم والله بالصحه والراحه الله يطول عمرك عرفتي علينا اقوى فابور امسحكم الحمد لله هاد الجماعه تساهلوا الشواق يجي واحد الكروه ويبقى يطحن فيك المحدب عام سيدي كيفاش قلتي لي على علي بن الحداوي اللي كان ضد الاستعمار اي كان يعني مجدود في الحبسيه ما استعمار زي وخرج من الحبس وخاد عود من المحابيس خرج القبيله ليش تخرج على الخونه مثلا دوك الناس اللي هما الخاينين اللي خاين الخاينين الوطن خاينين خاينين دوك خاينين زي دق عليه وخرج النيه كفات ما خرجش يبعر لي بهيمه ولا يقطع عليه عون طوق لا هما اللي يجيب الحفله معلوم زيد وعقب مازال وعقب يصبح في البلاصه والمحابس بارك بحال ما عمرو خرج واش هو دوز صحه كثيره ولاش كثيره دوز كثيره ورجوله كثيره ورجوله كان مانع مانع وكان شي حد في ضد الدوله والو كاين الناس اللي ما ضدو كاينين شكون كاينين يامات هذاك الوقت كاين جا واحد يقول ليه الحاج قاسم واحد يقول ليه الحاج محمد بن الحزيدان واحد يقول ليه الحاج يوسف كاين الناس وشنو المغربات اللي فايتين دايرين؟ ايهما استعمار كانوا يضربوا على الوطن كانوا باغيين يحرروا البلاد باغيين يجروا على الاستعماريين واش يديروا يحرقوا؟ يحرقوا البلادات الزروعات يحرقوا لهم كامل النصارى ايه باش يهربوا باش يهجوهم من البلاد من المغرب الشهاب واش كانت شي مرا فاحله عندكم هنا في القبيله؟ كاينه شكون هذه؟ كيقولوا ليها بنت العتيوي يعني انا اللي كنتذاكر معاك غادي بالعشاء لخويا غادي لحقت لواحد البير مع الطريق لحقت لواحد البير البهيمه اللي راكب عليها توقفت بنهار ولا ليله بالليل نص الليل ظلمه
ليل الله يصحك. ما روقف في قرن البير كانت الرمره كانت نشوف نسرعيني مع البير حاجه ما ظهرت ليا. نزلت من فوق الحمار هزيته من رجلي التالين وفوتوا البير عافوتوا ركبت ناضت ليا المره من خرج بنص دول البير ناضت شدت ليا الحمار عن قاد وكتشوف فيا وانا بعصاتي كنقول انا معاك بالله وبسرعه انا معاك بالله وبسرعه. المره بعد قالت دارت ليا قالت لي اش كاين مهمتك بولتك ولا لا؟ قلت لي يا ودي جيت كون ضربتك في الزروطه قالت لي فينا والدي اللي ضرب به ملي فعلا كان قفقف بالليل بيت قفقف قال لي تطلع النار مشى لك الوضوء الوضوء واش هي كانت صحيحه ولا شنو هذه المراه؟ صحيحه مراه صحيحه مراه عندها بحال الليل بحال النهار شي الليل عندها الليل بحال النهار ما عندها ما تخاف في هي وليتي انت هو الولية انا الولية وليت كثر الله يرحم الوالدين وليت كثر وليت كثر وليت كثر يعني راه صافي ما بقاش ديال يدين لا رجلين باش ندوي تمسختي بالفعل بالفعل قالت لي اش كاين قلت لها نضربك بالزروطه قالت لي بين الوالدين واش كان شاف في الاول صحابها من المدرقه ولا صحابها من المدرقين ايه ايه كان صحابها من المدرقين مول الوقت صحابها مول الوقت المراه لابسه البيض وملحفه يبانوا عينيها باش غيتها صحابها الاخرين صحابها من هذاك الشيء علاش تكوف انت؟ اين تكوف انت راه كون شي قرات بك في قلب كره بقات الشهوبيه هنا اللوز تبطل هاو كيفاش قلتي لي كذب اللوز وصدق المشماش؟ حيت اللوز هو الاول كيدير ينور اللوز هو الاول اللي كينور والمشماش حتى يلحق الوقت ديالو عاد ينور تما فين قالوا كذب اللوز وتيق المشماش وكذب الشيب وتيق التكماش الانسان بدا ينوض فيه الشيب وجهه ما مكمش باقي ما كبرش حتى وجهه يتكمش عاد تقول كبر حيت يكون بنادم فيه راسه فيه الشيب وباقي صغير باقي صغير هذاك الشيء علاش كيقولوا كذب اللوز وصدق المشماش وكذب الشيب وصدق التكماش كيفاش قلتي لنا غانم الشيب فيه وفيه اي بصح الدري زيد من كرش امه والشيب فيه الدري زيد من كرش امه والشيب فيه الدري من كرش امه شيب والنهار النهار غادي يجي واحد الوقت يخبز دراهي حنا فيه الوقت هذا الشيء اللي غادي يكون حنا فيه كيفاش قلتي لي ولد العيب يعيب واخا يكبر ويشيب ويدل السبيب واخا يكبر ويدل السبيب ايه كيفاش زعما حيت الى حيت على الكلمه قلنا قبيله من تماره دابا واحد عايش دابا هاني ياك واحد عايش متومر المتومر هو اللي كيعيب في الاخر ايه دابا انا غنقول لك المقر عاد نبرك انا من عندي انا غادي ولا قلت انا ضربت واحد التماره منين عبت انا دابا من رجليا دابا رجليا راه ميتا قاموا عليك انا اللي باقي حي واخا وكيفاش قلتي لي العود ديال الكار والعود ديال السناح العود ديال الكار وديال السناح انا هو اللي غادي يموت هو الاول ديال السناح لا اللي عبارك لا هذاك راه كيدير واحد الرياده واحد الوقت ما يموتش اللي كيموت هو ريحة الدوار قال لك واحد الواحد كان خماس ودور عليه جات الماء في الثقوب ولا مدور حلق والجماعه كتجمع عارفينو راه كان درويش ما كيعقبتوش عليه واحد النهار واش خلاهم تجمعوا ويمشي عندهم قال لي ماك ما كتغوتوش عليا وانا مزمون انا ثانا وقفت انا عندي العود وعندي هذا قالوا بدي ما انت باقي ما عندكش العود وهذا غوتوا عليك قالوا لي قال لي لا انا شي الموسم الفلان الفلاني غادي يعمر انا نعمرو انا نكون فيه وندير فيه وندير وندير قالوا لي واخا صيفطوا قالوا صافي نوض سير بحال هكا فرتوا الناس اخويا سي الغد صيفطوا لي واحد الواحد من الجماعه مبروك عليكم اخويا واحد شلاهبي بحالي سالو اخويا بحالك ايه قياس الخير تقريبا زين قال لحق عدو قال لي ها شوف غوت عليه سيد الحاج قال لي الان قال لي البارح فكره هذيك الجماعه قالوا عابوه في الجهه وهو ما كانش عندوش زاد لي اش قالوا لي؟ قالوا لي امس شكروك الجماعه شكروك الجماعه عابوه في الشجاعه عابوه في الشجاعه اي سمعه هو والله يحضر ويصفر ومشى سطاه في العشيه وداروا به الرميديه واش العود ايه قالوا لي ها العود جابوه لي قال لي بدا يقلب داز الرميدي ونغزو العود فيه عينيه كيخزو رجليه بناخرو كيقبزو قال هذا عود حر الرجل حيت فلس جبد فلوسه وخلص وتم جايب الحنسور جايب جدة في النظر جايب العود الشقار وجايب جدة في النظر جاب الحنسور دوزو ربطو جاب العود دوزو ربطو وجاو حبابوه لو يشوفو داك اللي ما كيحبوش يقول لي العود الشقار يبرد القديد ما كاسبوش تلقايد وخاتت الثمن فيه زايد
واللي عزيز عليه ما يبيدوش معاه هذا هو يمشي عند الناس اللي كيشكروه اللي يدمو ما عنده ما يدير به اي زين نهار نهار حق الموسم قال لك هذا دلع عود ودار خزين دار خزانة ودار خزين وصافي وش دلع عود دار الشربه ديالو دابا دار 40000 عام قارج والمصروف الرقيق خارج دار 40000 عام قارج دار 40000 عام قارج والمصروف الرقيق خارج بالك ما نقدر وني كل خارج ايه انا زيد دار مسخرين سبعه ولوك اللي كان يعمروا واحد النهار ويجي جا المقدم قد جاو مقدمين كيعلموا القبيله انتم تحضروا غدا في البيروت تحضروا جاب لي خلاص ديال الاسود ديال كنقولوا حنا كما قلنا قبيله ديال الترتيب زيد الراجل اسيدي عطاو نفايلو قراهم مناش من بلاصتو كرم لي السبول ايه زيد قال لك اسيدي جا ملي عطاو نفايلو قراهم جا بحالاتو جاب الحنسور قيدو جاب العود الشكر طلقوا ظهروا يجري بالدبر طلقوا عيك اشكر زعما ياكلها بغلل كاين شيء والو انت حتى وحده ما كاينه حتى وحده ايه دارت تبعوا خمسه من الدراري الصباح بصباح في الكاريان كاري يهرس الحجر صافي هذا دابا اللي ما كيعرفش يسير راسه ما عارفش عقب الله ايه لا نعطاك الله واحد الخبيزه شده وسقل واستر ما استر الله طم على ما فيك الله يرحم الوالدين بقى غادي في ديك التهمه الاولى حويطه خطوه تتلحق شنو هي علامات كيبرون اللي كدير القيبرون لا دابا كاين مهنات هذوك مهنات كنقول للدراري اكوا زيد كاين مهنات شنو هما الحرافي مهنه ديال الحرفه الاخرى هذا الاخره ديال البشر ديال هاد العروبيه شنو هي هي دابا الواحد ملي كيكبر ما كيبقى ينفع ما يقد يهز خنشه ما يحصد ما يكربل ما والو اش كيعطيوه كيوليو يخرجوه برويطه بحال الواتري دابا كيعطيوه البغار يولي سارح في كرسيه سارح وبارك على الكرسي زيد هذاك تما كنا من ورا البقر الاقبر زيد ما يزيدش دقيقه والو اخر مهنه علامة القبر ثلاثة أما هي العين كتولي تدمع العين تولي تدمع والودن ما تبقاش تسمع والركبة تولي تخمع والركبة تولي تخمع الركبة تعود تخمع هاي دايما الأخوي إيش كيتسنى أنا صحيح واحد القبير ها قبير ماهوش تقبر قبير أنت شو قدك هذا صاوب شويه ودي الحفير الشهاب قبيله قلت لي هذاك اللي سولوه قالوا لي على البعاد هذوك واحد الجوج كانوا صحاب زين ولاد تقريبا واحد 15 عام غابوا على بعضياتهم حتى ولات عندهم تقريبا 80 عام عند الواحد كبروا بعد تلاقاو مع بعضياتهم قال لي السلام عليكم قال لي وعليكم السلام قال لهم مضره البعاد قال لي ودي قربوا قال لي مضره هذوك الجوج قال لي ولاو ثلاثه قال لي مدرا هذيك جماعة الخير مدرا جماعة الخير قال لي الباقي وداهم الله قدام الله صاحبي سولوا على الاول قال لهم مدرا البعاد على العينين باقي تشوف ولا البعاد زعما واش كتشوف البعد ولا والو قال لي ودي قربوا لي نشوفها قدامي نشوف على اللي قدامي قال لهم مدرا هذوك الجوج على الرجلين على الرجلين بجوج قال له ودي ولاو ثلاثة راه وليت معول على العكيكيز قال لي مدرج جماعة على السنان هذه على السنان قال لي مدرج جماعة الخير قال لي هي على السنان قال لي ودي الباقي وداهم الله راه حنا ولينا تابعين على الحسوة طلعنا ولينا نصوى بولو يتمس كيفاش قلتي لي الا بغيتي الفايدة ريح مع الناس الكبار وإلا بغيتي تحرت حمري وتيرس وبلاص الغبار حمري وتيرس وبلاص الغبار ولا زغتي وبغيتي تتزوج خذ البنات الصغار